تفضل عرف نفسك. سعيد زيدان. يا استاذ سعيد. انا جيت هنا انضم للناس. جيت بدي يوم الثلاث. من يوم الثلاث اللي فات يوم 28. أيه. بس ما حضرتش المعركه اللي كانت بين المظاهرين والشرطه. جيت بالليل. ايوه. جيت اسالهم في ايه اللي حصل؟ قال الشرطه ده تضرب فينا. طب ليه؟ قالوا احنا عند مسرح البالون وحصل اشكال ضعيف جدا. يعني ايه الاشكال الضعيف اللي حصل؟ قال الشرطه ضربت فينا جيت برده ما استفدتش اي حاجه. قلت ما اشوف ايه. طبعا اعتصمنا لغايه يوم الجمعه. بنتنا قاعد لغايه يوم الجمعه معاهم. جينا يوم الجمعه طلبنا بحق الشهداء. امبارح السبت قاعدين عادي. والخيمه دي زي ما انت شايف حضرتك قاعد فيها والحريم والناس دي قاعده عادي. قلنا نجيب. رحت اجيب غدا ليهم. دول اهلي وكده. رحت اجيب غدا ليهم. جيت لقيت مجزره بينهم واحد امين شرطه اسمه عادل. امين الشرطه ده عادل كان بيتجول معانا وكان الظهر لم البائعين كلهم وراح اتكلم معاهم. اجتمع بيهم عادي. احنا قلنا عادي مفيش اشكال. طب شويه كده مفيش 10 دقايق لنا واحد اسمه سيد معانا. قال خليك في علمكم يا ناس احنا مش عاوزين نعمل اشكال مع البائعين. تعالوا نروح الناحيه الثانيه. قلنا مفيش مشكله. سيبوا لهم الصينيه وجينا هنا. على مصر. ايوه. من هنا لهنا سمعنا الكلام. رحت اجيب غدا لقيت خيمه مولعه والدنيا في ايه. لقيت عادل ده فتح انبوبه غاز وعلينا. على الحريم والدنيا. صورتها انا امبارح. شفتها تمام. تمام انت كده. يبقى انت كده هو دي كل الحكايه. طبعا جينا معانا هنا وان شاء الله هنرجع تاني ميدان بعد ساعه. شكرا. شكرا. ممكن اسجل مع ممكن تسجل معاك؟ اتفضلي على عادي يعني. عادي مفيش مشكله. عادي بس بلاش تعريف كلي يعني. لا 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 براحتك انت اللي هتقولي. انت اللي عايزه تقولي. اسمي فاطمه. المطلوب اقوله يعني. لا انت جايه ليه وقاعده ليه النهارده في والله اللي... احنا جايين من المنصوره. ايوه. وسمعنا ان في ضرب واعتصامات وحاجات زي كده. فما لقيناش تشجيع في المكان اللي احنا فيه. فقلنا يعني بما اننا عندنا مواهب وحب يعني المكان اللي احنا قاعدين فيه فجينا هنا يعني. بس يعني جايه مسانده. طلبت ايه؟ ايه طلباتك؟ والله المطالب اللي احنا كنا طالبين بيها قبل كده اللي هي اساسا ما اتحققش منها ولا اي شيء. في نظري يعني. والاكد ان انت يعني حتى لو طالبت بجزء صغير جدا. بتحس ان انت يعني اكنك بتطالب بجريمه بشعه جدا. بتحس ان انت اساسا يعني بتطالب يعني عارف لما تكون مثلا بتطالب ان الاسد كده يبقى يعني ما يبقاش مفترس. ولو ان دي حاجه اساسا مش من صفات الاسد. بس اكنك انت بتطالب في حاجه زي كده حاجه محاله يعني. بس يعني اختي اتفضلي كده. ما اعرفش مين بالظبط. ماشي اتفضلي قولي. سمير. طب ما تديها يا بنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. انا سمر الشافعي. أيوة. من المنصوره وجايه هنا تضامن مع المعتصمين بعد اللي احنا عرفناه يعني في الميدان وكده. وبس يعني اتفضلي. بس اقول ايه تاني؟ طيب شكرا. هو ده اللي عندي. شكرا. شكرا.